السلام عليكم. النهارده هنتكلم في انك ازاي تمسك ابنك في الميه بحيث ان هو يكون مطمن ومش خايف. من الحاجات المهمه جدا ان ابنك لو بيعيط في اول كذا زياره ليه في الميه يفضل على طول مش مطمن وخايف، ده ممكن يكون بسبب المسكات، بمعنى انك لو ماسك ابنك ماسكه تحسسه بالامان او على العكس تماما. الموضوع عامل زي انك واقف فوق القطر او جوه القطر، الموضوع بيختلف في الاوضاع شويه. النهارده هنعرفك ازاي تمسك ابنك في المايه وازاي تغير المسكات دي وايه الوقت المناسب لكل مسكه. اول نوع هو الولتز هولد. الولتز هولد من اشهر المسكات، مش في المايه بس، بره المايه هتلاقي كل اولياء الامور او كل الامهات او الابهات لما بيشيلوا الطفل بيشيلوه بالطريقه دي. هي فعلا مريحه وبتحس الطفل بالامان جدا. بنسبه كبيره لو طفلك اقل من 4 سنين وانتوا الاثنين نازلين الميه لاول كذا مره في الميه ممكن تلاقيه خايف ومش مطمن خالص. الولتز هولد هو الوضع المثالي لاول كذا زياره للميه، بحيث ان هو لو خايف او بيعيط هتفضل ماسكه المسكه دي لحد ما يبطل عياط او لحد ما يبطل يخاف. هعرف امتى ان المفروض ان انا خلاص خلصت المسكه دي ومفروض اخش على بعدها. اول ما ابنك يبدا يطارد الالعاب اللي في الميه او الحاجات الملونه او الحاجات دي، او يبدا يحرك رجليه يعني زهق من المسكه دي، هتبدا تشوف ايه اللي بعده. تاني مسكه هي الفيس تو فيس، انك تبقى واقف انت وابنك وجها لوجه. الفيس تو فيس من المسكات اللي معروف عنها انها بتقوي الرابط بينك وبين طفلك او بين الام وطفلها، لان على طول انتوا هتبقوا باصين لبعض، فنظره العينين والتعبيرات الوجه والكلام دي بتوصل رسائل بشكل غير مباشر للولد، وبتدي ثقه وحب متبادل وثقه برضه متبادله بينك وبين الطفل. المرحله دي عاده مش بتطول، بس المشكله ممكن تحصل في ان هيحصل شويه قلق من الطفل بحيث انك بتغير المسكه اللي انت ماسكها له بقالها كتير. فالموضوع ده لو عدى يبقى انت كده تمام. من اهم الحاجات اللي في المسكه دي انك ما ينفعش تخلي الولد يشرب ميه خالص او بقه ينزل تحت الميه، لان هو هيبدا يتحرر شويه فممكن الموضوع دي تحصل، فخد بالك جدا. اول ما الولد يثق فيك ويبدا يسيب ايده من عليك ويبدا يتحرك شويه بحريه يبقى المرحله دي خلصت. ومن هنا نبدا في اخر مرحله وهي الباس هولد، ودي بتكون من امتع المراحل والمسكات بالنسبه للطفل. يعني بيحس ان هو بحريته وهو اللي بيحرك نفسه وهو اللي متحكم في الموضوع، فبيحس براحه كبيره وبيبقى مبسوط جدا. من المهم في المسكه دي انك ما تعملش اي مفاجآت، يعني ما تنزلوش تحت الميه، ما تعملش اي حاجه غريبه، ما تسيبوش مره واحده، لان كل اللي انت عملته قبل كده ممكن ينهار في لحظه لو عملت حاجه هو مش متوقعها او انتوا الاثنين مش متفقين عليها. لازم يحس ان هم المتحكمين والمسيطرين وانهم احرار تماما. ده هيفيد كتير في عمليه التعليم وهيريحك كتير. الباس هولد هي من اكتر المسكات عمليه بالنسبه لموضوع تعليم السباحه، بحيث انك بتستخدمها في حاجات كتير جدا، منها ان هو ممكن يشغل رجليه او يمسك حاجه او يعمل شورت سويم او ينقذ نفسه او الحاجات دي كلها. فلازم تهتم قوي بالمرحله دي وما تخليهاش تضايقك قدام كده. يبقى خلصنا الموضوع الاولي والمبدئي في موضوع المسكات، ونشوفكم في اي حته تانيه.